ما هي الهندوسية؟ تعد الهندوسية من الديانات القديمة التي يقدر عدد أتباعها بأكثر من مليار شخص. واشتقت كلمة هندوسية من الاسم هندو الذي يعود لأصل فارسي، ولكنه لم يستخدم لوصف هذه الديانة، بل اعتمد عليه الفرس في وصف القبائل التي تعيش خلف نهر السند. ومن ثم استخدم المصطلح في التعبير عن العادات الدينية للشعب الهندوسي، مما أدى إلى تسمية ديانة الهندوس باسم الهندوسية. ولكن اسمها الأصلي هو آريا ديهرم أو يديك ديهرم، كما أطلق عليها اسم الهندوكية. تأثرت الهندوسية بالعديد من العقائد الدينية، واعتمد تأثرها على 3 مراحل. فالمرحلة الأولى هي مرحلة اعتبار الهندوسية هندية أصلية وتامة، وظلت هذه المرحلة حتى القرن الثالث قبل الميلاد. والمرحلة الثانية هي مرحلة التأثر في المعتقدات والديانات الأخرى، واعتمدت على وصول جيوش الإسكندر إلى الهند، وتأثر الهندوسية بعقائدهم الدينية التي تجمع بين الفارسية والكلدانية والآرامية والمصرية واليونانية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة القرن السابع للميلاد، التي تأثرت فيها الهندوسية بالإسلام. تعود أصول وبدايات الهندوسية إلى فترة ما قبل التاريخ، فظهرت نتيجة لتركيبة من عدة ديانات وثقافات وعقائد اندمجت معا، واهتمت جميعها بالحياة الآخرة والقداسة. لذلك لم تمتلك الهندوسية كتابا مقدسا واحدا، بل اعتمدت على العديد من الكتب مثل المهابهاراتا والرامايانا والفيدا. كانت بداية تاريخ الهندوسية معتمدة على عبادة الهندوس للآلهة التي تمثل الطبيعة المحيطة بهم كالشمس والمطر. ومع الوقت صارت مظاهر العبادة هذه تظهر في أشكال متنوعة، وتمثل جميعها براهمان الروح العالمية التي تجمع العديد من الآلهة معا، مثل شيفا وفيشنو وبراهما. وبناء على المعتقدات الهندوسية، تعد معظم الحيوانات مقدسة مثل الأفاعي والقرود والبقر. خلال تعاقب الحقب التاريخية، تطورت الهندوسية عن طريق تأثرها ب6 مدارس دينية وفلسفية ساهمت في تأسيس الثقافة الهندوسية الدينية، وهي مدرسة فيدانتا، مدرسة بورفامي مامسا، مدرسة اليوغا، مدرسة سانكيا، مدرسة فايشيسكا، ومدرسة النيايا. أدى وصول الآريين للهند إلى انتشار الطبقية بين الهندوس، وشملت الطبقات الأساسية في المجتمع الهندوسي أولا المنبوذون، طبقة سودرا، طبقة فايسيا، طبقة الكشاتريا، طبقة البراهمانيين. ظهرت العقائد الهندوسية نتيجة لتأثرها في التطورات الناتجة عن التعاليم الدينية القديمة، وساهمت جميع هذه التعاليم في تأسيس القيم الروحية والعقائد الخاصة بالهندوسية، والمشتركة مع عقائد الديانات الأخرى التي انتشرت في آسيا. وفيما يأتي مجموعة من العقائد الخاصة بالديانات الهندوسية. أولا الإيمان بالله الخالق الذي يسيطر على الكون ويبعث الحياة، بمشاركة الإله تشيفا المتخصص بالتدمير والإله فيشنو المتخصص بالحفظ. من العقائد أيضا ممارسة العبادات الهندوسية في المعابد والهياكل، والذهاب إلى نهر الجانج المقدس من أجل التطهر من الآثام والخطايا. من عقائد الديانة الهندوسية أيضا تنوع الآلهة الهندوسية بين عبادة المخلوقات كالجن والملائكة في الهندوسية التوحيدية، وعبادة أشكال الطبيعة مثل النجوم والشمس. من العقائد الخاصة بالديانة الهندوسية أيضا حرق جسم الشخص الميت حتى تتمكن روحه من التخلص من جسمه، والسعي إلى تطبيق الروحية في الحياة للشخص الهندوسي عن طريق تحقيق الوحدة والسعادة مع البراهمان. تطبيق نظام أخلاقي يعتمد على الفضائل والقيم، الدفاع عن جميع الحقوق الخاصة بالحيوانات. لا تعرف الهندوسية لا تعرف جهنم والجنة مثل الديانات التوحيدية، ولا يعد هدفها النهائي وصول الفرد إلى السماء. من عقائدهم أيضا الاهتمام بالحيوانات التي لا يوجد أي فرق بينها وبين الإنسان، فترى الهندوسية أنه من الممكن انتقال الأرواح بين الإنسان والحيوانات عن طريق عقيدة التناسخ التي يؤمن بها الهندوس.